السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم جميعا في منصتنا الرقمية لمجموعة مدارس كيزن سكول. اليوم إن شاء الله مع درس من دروس اللغة العربية، مكون التراكيب تحت عنوان العطف. أهداف الدرس: أن يتعرف المتعلم حروف العطف ويميزها عن غيرها من الحروف، أن يتعرف المتعلم المعطوف والمعطوف عليه، أن يوظف المتعلم العطف في التعبير الكتابي والشفهي. أتذكر التوابع: التوابع هي النعت، البدل، التوكيد، العطف. سميت بالتوابع لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، فالنعت يتبع المنعوت، والبدل يتبع المبدل منه، والتوكيد يتبع المؤكد، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الحركة الإعرابية. درسنا اليوم هو العطف. لاحظوا الصورة جيدا، حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا سنقول؟ جيد، يمكن أن نقول: تمشي فاطمة وخديجة. ففاطمة هنا وخديجة شركتا في المشي، وربطنا بينهما بواسطة حرف العطف الواو. والواو هنا هو أكثر حروف العطف استعمالا، وهو يفيد الاشتراك والجمع في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه. واضح؟ خديجة من الاسم الذي بعد الواو، فهو يسمى هنا، يعني يسمى اسما معطوفا. واضح؟ يسمى اسما معطوفا. فاطمة يعني هي المعطوف عليه، وتعرف والمعطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجملة. فهنا فاطمة تعرب فاعلا، فنقول: من تمشي؟ تمشي فاطمة. إذن فاطمة فاعل، الواو حرف عطف، خديجة معطوف تابع المعطوف عليه في حركته الإعرابية أرف. واضح؟ لاحظوا الصورة الموالية: من تقدم في السباق؟ جيد، تقدم في السباق أحمد. من تبعه في المرتبة الثانية؟ أحسنتم، إنه عثمان. جيد، إذن هنا استعملنا الفاء، والفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب. مع التعقيب، ما معنى التعقيب؟ يعني عدم وجود فاصل زمني بين وصول أحمد وعثمان. يعني تقدم يعني أحمد في المرتبة الأولى، وتبعه مباشرة في المرتبة الثانية عثمان. واضح؟ إذا نستعمل الفاء للترتيب مع التعقيب، يعني مباشرة. واضح؟ عثمان هنا يعني هي المعطوف، وأحمد معطوف عليه، والمعطوف عليه دائما يعرب حسب موقعه في الجملة. فهنا أحمد فاعل، تبع المعطوف المعطوف عليه في حركته الإعرابية الرفع. الصورة الموالية هي لصومعة حسان، الصورة الثانية صومعة الكتبية. حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا سنقول؟ جيد، نقول: زرت صومعة حسان بالرباط. ولحظة، أقول: ثم الكتبية بمراكش. واضح؟ إذن زرت صومعة الكتبية، يعني بعد زيارتي لصومعة حسان بالرباط. إذن تدركون أن ثم هنا حرف عطف يفيد الترتيب مع عدم التعقيب، أي الترتيب مع التراخي. الترتيب مع التراخي، مفهوم؟ أي وجود فاصل زمني بين زيارتي لصومعة حسان بمدينة الرباط، وكذلك زيارتي لصومعة الكتبية بمدينة مراكش. إذن هناك فاصل زمني بينهم، وهذا ما يسمى بالترتيب مع التراخي في الزمن. واضح؟ الكتبية هنا يعني تعرب اسما معطوفا، صومعة حسان هنا معطوف عليه، وصومعة هنا معرفة بالإضافة، فحسان هنا مضاف إليه، وصومعة تعرب مفعول به، ثم حرف عطف، الكتبية اسم معطوف. تبع هنا المعطوف المعطوف عليه في الحركة الإعرابية النصب. لاحظوا الصورة جيدا،
الصورة الثانية، حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا سنقول؟ جيد، نقول: أكرة القدم تفضل أم كرة السلة؟ وكأنني قلت: أيهما تفضل، كرة القدم أم كرة السلة؟ فأم هنا حرف عطف يدل على التعيين، على التعيين والتحديد، يعني التحديد. أريد منك أن تحدد لي ماذا تفضل، كرة القدم أم كرة السلة؟ وقد تدل أم على التسوية، كما جاء في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بمعنى هنا يعني إنذارك لهم أم عدم إنذارك لهم سواء. واضح؟ الأمران هنا متساويان، واضح؟ إذا كذلك هنا أم، لكن هنا أم في هذه الجملة تدل على التعيين والتحديد، أيهم أكرة القدم تفضل أم كرة السلة؟ واضح؟ إذا كرة السلة هنا اسم معطوف، كرة القدم معطوف عليه. تبع المعطوف عليه في حركته الإعرابية النصب. حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مناسبة للصورتين. ماذا سنقول؟ جيد، يمكن أن نقول: مارس رياضة المشي أو الجري. أو هنا تفيد التخيير بين شيئين، فإما أن تمارس المشي أو الجري، فأنت مخير بينهما. المشي هنا اسم معطوف، الجري معطوف عليه. تبع المعطوف عليه هنا في حركته الإعرابية الجر. واضح؟ لاحظوا الصورتين جيدا، حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا سنقول؟ أفضل ركوب القطار، لحظة أقول، لا السيارة. فلا هنا تثبت ما قبلها، واضح؟ فهنا تثبت أنني أفضل ركوب القطار، وتنفي ما بعدها، يعني ركوب السيارة، واضح؟ أفضل ركوب القطار لا السيارة. فلا هنا حرف عطف يفيد نفي الحكم عن المعطوف الذي هو السيارة، وثبوته للمعطوف عليه الذي هو القطار. واضح؟ السيارة اسم معطوف، القطار معطوف عليه. تبع المعطوف عليه في حركته الإعرابية الجر. لاحظوا الصورة جيدا، الصورة الثانية، حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا سنقول؟ أحسنتم، نقول: لا أحب الفروسية، لحظة أقول، بل السباحة. واضح؟ فبل هنا عكس لا، واضح؟ هي حرف إضراب، أي أن مهمة بل أن تنفي ما قبلها وتؤيد، أن تنفي ما قبلها وتؤيد ما بعدها. واضح؟ فنقول يعني بل وحرف عطف يفيد الإضراب ونفي ما قبله، بمعنى إلغاء مضمون الجملة السابقة، من الجملة الأولى: لا أحب أنا الفروسية، وأثبت يعني السباح، بل السباحة. واضح؟ المعطوف هنا هو السباحة، والمعطوف عليه هو الفروسية. تبع المعطوف عليه في حركته الإعرابية هنا النصب. لاحظوا الصورة جيدا، ماذا تلاحظون؟ جيد، حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. ماذا نقول؟ استمتع الكبار حتى الصغار بالنزهة. الجملة هنا حتى الصغار، بمعنى هنا حتى حرف عطف يدل على الغاية، بمعنى أن المعطوف بلغ الغاية، وفي هذه الجملة المقصود يعني حتى الصغار بلغوا الغاية في الاستمتاع بالنزهة. واضح؟ المعطوف هنا هو الصغار، المعطوف عليه هو الكبار. تبع المعطوف عليه في حركته الإعرابية الرفع.
لاحظوا الصورة الموالية، الصورة الثانية. جيد، ماذا سنقول؟ حاولوا أن تركبوا جملة فعلية مفيدة. نقول: ما شربت لبنا؟ ما شربت لبنا؟ لكن عصيرا. إذا لكن هنا حرف عطف يفيد الاستدراك، ينفي الحكم عن المعطوف، يعني لبنا، أنا ما شربت لبنا، واضح؟ وأثبت هذا الأمر للمعطوف فأقول: بل لكن، عفوا، لكن عصيرا. ما شربت لبنا لكن عصيرا. أعيد: لكن حرف عطف، يعني بالسكون فوق النون، حرف عطف يفيد الاستدراك، يفيد ينفي الحكم عن المعطوف عليه لبنا، ويثبته للمعطوف يعني عصيرا. المعطوف هنا هو عصيرا، المعطوف عليه هو لبنا. تبع المعطوف المعطوف عليه بحركته الإعرابية النصب. استنتاج: العطف هو إتباع لفظ لسابقه بواسطة حرف من حروف العطف. حروف العطف هي و، ف، ثم، أو، أم، بل، حتى، لكن، لا. يتبع المعطوف المعطوف عليه في حركته الإعرابية الرفع، النصب، الجر. يعرب المعطوف عليه حسب موقعه في الجملة. للإشارة فإنه يمكن أن نعطف فعل على فعل، وكذلك اسم على اسم، واضح؟ حروف العطف، حاولوا أن تتمعنوا جيدا في حروف العطف. أعرب الجملة: شارك، فعل ماضي مبني على الفتح، إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وحرف عطف مبني على الفتح، إسماعيل اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر مبني على السكون، الرحلة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. تطبيق: أقرأ الجملة جيدا ثم أملأ الجدول حسب المطلوب. الجملة: المعطوف عليه حرف العطف المعطوف. كل عنبا أو تفاحا، دامت الرحلة شهورا بل أعواما، زر هذه المدينة ثم دون ملاحظاتك، سنقوم برحلة إلى الجبل فالشاطئ. ألاحظ الصور جيدا ثم أركب جملا مفيدة تتضمن حرفا من حروف العطف. أقرأ العبارة جيدا ثم أحدد موقع كل كلمة من الإعراب. وصل هشام ثم خالد. حاولوا أن تنجزوا التمارين في المنزل مع الحرص على تطبيق الظاهرة التركيبية المدروسة، وسنصحح إن شاء الله تعالى في حصة لاحقة بإذن الله. إلى هنا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، تنتهي حصة اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فرصة لاحقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.